هؤلاء الجماعات بدون قصدهم أعتقد، كما يقال رب دار نافع، وهذا الدار نافع بأنه رفعوا وانتباهنا نحن استنفروا الدين. ايوه استنفروا واستيقظونا ايوه من اهمال عن قضية الفتوى، حتى وصلنا الى ما وصلناه في مصر. وانا اعتقد ان هذا الان ما يقوم به مصر في قضية الفتوى، استطيع ان اقول انه هذه العملية منقذت من الضلال. أنت تعرف أن إمام الغزالي كتب الكتاب ملقي من الضلال، فهذا ما يحدث في مصر من خلال النشاط دار مفتي مصر الجمهورية مصر العربية علامة شوقي علام. والآن أرى أن ما يقومه مصر هو قائم مقام مؤسسة الكبرى للمسلمين، وكذلك هذا ما يسمى فرض كفاية، لأن لابد أن يقوم أحد بالفرض بفرض الكفاية كما تقوم مصر. ونحن شاكرين لمصر. أولا أنا أريد أن أقول نحن كنا خائفين على مصر ولا نخشى على مصر. طيب شوف، نحن صغير في البوسنة، وإذا نحن فشلنا ففشل صغير، لكن أنتم كبير، وإذا أنتم فشلتم فشل كبير. فنحن كنا نخشى على وحدة مصر كدولة، لابد أن تعرف هذا. أنا أريد أن أقوله بكل صراحة، مصر هي دولة، لكن مصر هو أكثر من دولة وأكبر من دولة بدولة عالية. هي عهد المهد للحضارة العالمية، لكن في نفس الوقت مصر هي المهد للحضارة الإسلامية. لا نستطيع أن نتصور الأمة الإسلامية والإسلام بدون مصر. فلذلك الحفاظ على وحدة مصر كدولة، وحدة مصر كالمجتمع، تناسق المجتمع المصري ليس مهم فقط للمصريين، بل هذا مهم لكلنا نحن. لأن يعني حتى الآن البعثة المبعوث بعثة الإسلامية أو الوافدين الذين يأتون من إندونيسيا، من سنغافورة، من ماليزيا، من أفريقيا، من الآن خاصة من قوقاز، من طلاب ما وراء النهر. أنا زرت سمرقند ورأيت هناك دار الحديث. من الأساتذة هنا في سمرقند الآن؟ مصريين. من الذي يعيد الشرف العلم والعزة والكرامة؟ المصريون، لأن أنتم حافظتم على هذا التراث. لذلك يعني سامحوني أن أقول مصر لكم طبعا، أنتم مواطنون، لكن مصر لكلنا جميعا. لذلك نحن نهتم بأمور مصر، وأقول لكم بكل صراحة حافظوا على مصركم. عظيم. حافظوا على مصرنا.